الى نافوره سووه بالشارع يصرف له 15 و20 مليون دينار عراقي، ها والمنتزه على الاقل منظر جمالي للمنطقه احسن من مترك ملنقاط بها والاوساخ، وهي بالصيف تلاقي البعوض بها ها والحشرات الضاره تضر المنطقه، على الاقل منظر جمالي شويه، اطفال تلعب بها احسن ما تلعب بالشارع. يعني تحكم بها في سبيل اسمه يجون يرتبوها الحديقه ومنتزه حلو يعني داخل الموصل. لا والله ما يحتاج ذاك المبلغ، هي غاده تنظيف واسمه وهاي الاطراب مالتها واحسن حديقه يعني. هسه كلها خرابه ولا حد يجي ينظفها. هاي الرقابه التجاريه يقعدون الشباب هون يقعدون يسكنون بيها وهذه. لا يشيلون انقاض، هاي خلف الله على هذا المختار جاء عمل لنا وسد لنا الحائط ماله. المنطقه كلها راجعين هنا ها والعوائل كلها رجعت هنا. على الاقل هاي منفذ، هاي اطفال يطلعون يلعبون بيها، حديقه يتونسون بيها. السبب ماكو متابعه من المسؤولين استاذ، ولا يعني مثل مقاول ياخذها يشتغل عنا صعوفه، هاي ما حد وصلها ابد ولا حد اجى يمها. هذه الحديقه مال قديمه مال باب لقس. قبل تتذكرها؟ شلون ما اتذكرها استاذ؟ هنا كانت عوائل تقعد، يجي واحد تعبان يغسل ويقعد يرتاح. يصلي مثل مكانات ماكو، الظهر الدنيا حاره يقعدوا. هسه على البرلمانيين همهم ما همهم يجوني، بس اول ما تبدا الانتخابات يفترون على الناس انتخبوني وهذا، وبعدها ما حد يشوفهم. اكو برلمانيين ما نعرف حتى اسمائهم بعد، يعني كم برلماني بالموصل يمثلون الموصل الجانب الايمن؟ راح تنتخبهم؟ والله ما ننتخب كل احد. هاي يعني حتى اذا يجون زينين بعد ما راح ننتخب، لانه ماكو احد. بس نعلق صورته هذا فلان وراح اسوي فلان شيء، كل شيء ماكو بعدين.